السلام عليكم، دايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم انا جيت لكم بالكسكسو الدكالي. جات واحد السيده صاحبتي عندي، ايوا كتصرع الكسكسو، ايوا حبسنا اليوم دير لينا الكسكسو بالطريقه ديالتها. ايوا بغيت نشاركها معكم، اجي نشوفوا السر ديالها اللي كدير في الكسكسو. حنا غنبداو معكم صاحبتي، غادي تبدا ان شاء الله. ايوا وغنشوفوا واش من سر واش الطريقه اللي كدير. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير؟ سمحوا لي بعدا، انا اول مره كندير شي فيديو وتوقفت، كانت الناس قبلوا عليا. ماشي مشكل، ماشي مشكل. الطريقه ديالي ديال الطعام يعني انا بالنسبه لي كتجيني سهله. المهم اول حاجه كنديروا اللحم اللي كلها على حسب المستطاع ديالو، داكشي اللي قسم الله كندير. بالنسبه للخضره راه تبارك الله العيادات المغربيه كلهم عارفين الكسكسو مناش كيت، يعني من الخضره اللي كديري فيه، وبالخص على حسب الفصول. بالنسبه دابا كاين البرد، يعني تبارك الله كاين المحفور، كاين اللفت الصفر، كاين الخيزو، كاين الكورجيت، القرعه حمراء، كاين عندنا الحمص، مطيشه. بالنسبه للعطريه انا ربما هذه هي اللي سميتو كندير فيه غير الحرقوم البلدي وشويه ديال البزار والملحه. هذا هو السر ديالها، ما كدير لا سكينجبير لا شي حاجه اخرى. بالنسبه للبصله اللي عنده بصله كبيره كيدير بصله كبيره، واللي كان بصله صغيره كديرو جوج بصلات. واحد السر اخر، تقدر دير كسكسو بلا لحم ويطلع شهوه منه. انا ما عنديش مشكل، عندي نقدر كيحمق نديرو بلا لحم بلا شحمه بلا والو، كيجي تبارك الله ما شاء الله. المهم انا الناس اللي كيذوقوا هما اللي كيحكموا، ماشي نشكر راسي. وبالنسبه للزيت الروميه كنديرو القياس صافي. المهم دابا غنردو ان شاء الله القدره ديالنا كامله. بسم الله، وقبلوا عليا وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وان شاء الله يعجبكم. يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. لا تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. انا كل ما كانش كيحمقني الكسكسو ديالي ما تشاركوش مع الاخوات، ولكن راه تبارك الله على الكسكسو كيجي تبارك الله. كنديروا العطريه ديالنا صافي، دونك غنديرو يتشحر، يعني القدره ديالنا تقلى، وغنعاود نرجع لكم ان شاء الله. انا رجعت لكم ثاني. المهم بالنسبه للمطيشه انا كنديرها كتفوق في الكسكاس، يعني بالنسبه للقدره كتشحر، وانا في نفس الوقت كندير مطيشه كتفوق. انا بالنسبه للمطيشه انا قليله، يعني عندي مطيشه طايبه في الثلاجه، يعني درت لكم غير باش نوريكم الطريقه باش ما نخبي عليكم حتى شي حاجه. بالنسبه بالنسبه للهاد، بالنسبه للقدره راني درت فيها شي ديال الحمص كيتقلى مع اللحم. دابا غادي نروي وغادي تطلع تغلى لي القدره، وغادي نرمي الخضره ديالي. بالنسبه للخضره، الخضره غادي نرمي غير خيزو والمحفور، وهادو حتى الطوفيره الثانيه غادي نرمي القرعه الحمراء والقرعه الخضراء. المهم نعاود نرجع لكم ثاني ان شاء الله. لا سولتو على هاد البرمه الصغيره، راه دايره لينا الجديد في هادي ودايره اللحم في هاد الكبيره. ها هي هادي هي الجديد، هادي دايره فيها الجديد باش على تسولوا تقولوا البرمه الصغيره شنو فيها. هادي طعم الجديد، يعني هادي دايره لينا باللحم ديال البقري، هادي باللحم ديال البقري بالنسبه لي ما كياكلش الجديد. وغادي نرجع لكم ان شاء الله. وبالنسبه للسميد، السميد كنديروا هي القياس اللي بغينا، انا كندير تاع الزيت هي الاولى، كنلبس بها السميد. هاد الطريقة عرفتها عند دوسي، الله يطولها عمرها ويخليها صحيحة. آمين يا ربي آمين. الطريقة ديال دوسي ديالي هي اللي علمتها عليا، أما الأم ديالي علمتني بداز. الله يخليهم لك. اللي وراني شي حاجة أنا كنشكر، يعني ما كان الله يحفظهم. اللي وراني شي حاجة الله يطول عمره الله يخلي ليه صحيحته. الحاجة اللي كتبقى سبحان الله العظيم هو هذاك الشيء اللي كيعلمونا جدودنا والأمهات ديالنا. صح، الله يحفظهم الله يطول عمرهم. هذاك هو التراث ديالنا والتاريخ ديالنا. صافي كنديرو شويه ديال الماء، بالنسبه للسميد انا ما كنعطيهاش الماء بزاف في النوبه الاولى، يعني النوبه الاولى غير بحال هكا درت شي شغل صافي.
وبالنسبه للثاني ثاني كنعطي شويه، ولكن بالنسبه للثالثه كنعطيها الماء تبارك الله حتى كتولي حتى كتزاد. يعني في الثالثه ما خفتي منها والو، ولكن بالنسبه للاولى والثانيه لا زاد الله عطيتيها الماء بزاف كتولي معجنه لك. هما دابا هكذا ما خفتي منها حتى شي حاجه. ايوا دابا غادي ان شاء الله نديرها في الكسكاس تفور ونعاود نرجع معكم. من بعد ما كتفور الطفيره الاولى كنحطها ثاني ندير القصريه باش نرشها ثاني بالماء. ما كنقوش الماء ثاني ليها باش ما باش ما تعجنش لينا. صافي دابا القياس ديال الماء كنخليها واحد شويه تبرد عاد كنردوها تفور. دابا هادي من بعد ما درنا التفوره الثانيه دابا هادي الثالثه. كنديرو شويه ديال الملحه كنديرو شويه الزيت البلديه تبارك الله راه سخون. الله يسمح لينا منك هي هانيه صافي. كنحاول نلبسو السميدة بالزيت البلدية المهم كنعطيوها دابا الماء زعما متخافو منها حتى شي حاجة. بعد ما كديري الزيت والملح صافي كنبقاو نشربو السميده حتى كتولي ما كتبقى صفراء كتولي بيضاء اللون ديالها. الطريقه كنبردو في نفس الوقت كتشرب هي. و كنتمنى ما نكونش طولت عليكم وبسطتكم وراسكم حتى طلع درخ. الله يعطيك الصحه. انا راه كنحاول ان يعني نشرح لكم مزيان وصافي الطريقه وانا بطبيعه الحال كالمبتدئات هما تبارك الله النساء المغربيات اللي راه سميتو راه ما محتاجينش اني نوريهم. راه حتى انا راه غير كنتعلم متعلمه راه ان الطبخ ديالنا المغربي تبارك الله ما شاء الله يعني دائما الجديد ودائما دائما كتكون شي حاجه جديده. يعني دائما حنا واخا كنكونوا عارفين ولكن ضروري خاصنا نقلبوا على الجديد وضروري خاصنا نقلبوا على شي حاجه اللي يعني نزيدوها في القاموس ديالنا ونتعلموها حتى حنايا. يعني راه كنا كنتعلموا. لا لا تبارك الله عليك الكسكسو ديالك يحمق. نزيدو هذاك الشيء فينا علاش حبسنا ديرو اليوم وما نشاركوا معاكم. كنقولوا لها قول لنا السر باش كيجي هذا الكسكسو بنين بزاف. اليوم غادي نكتشفوا جميع انا اول مره غادي نشوفه غادي نطيبو. كنتي كتاكل كتلقيه انا عا كناكل. الله ما دخلت عليكم شي حاجه داك الشيء كيما كنديرو دائما ما نقص ما زد. وانتو بس تبارك الله ها يعني كتبقى غادي تبارك الله وكتبرك يعني كتزاد ما شاء الله تبارك الله. كتبقى كل حبة بوحدة راه ما كتعجن ما والو. ها يعني واخا كنعطيه الماء ولكن السر في داك الزيت والخصوص الزيت البلدية ما كنديش انا راه 100 في التالتة. يعني الزيت البلدية كترطب السميد السميد كتولي يعني كتشرب وما تعجنش ليك.
هانتوما كيما كتشوفوا راه اللون ديالها غادي وكيتفتح هنا كيبيض، وراه باش كيبيض هنا السميده راه شاربه الماء، حتى في المصرانه ما كتضرش. حيت راه طيبه، حيت طيبه وشاربه يعني. وبالنسبه للبلول ديال القدره كيخصو يكون هو يعني خادر، يعني خاصك تكون فيه مطيشه. مطيشه راني رميتها باش نربح الوقت وباش البرمه ديالي يعني تشرب، يعني ما يكونش البلول جريت، خاصها تكون القدره تكون خاطره. دابا نوريكم كيفاش. معليش طولوا عليكم التصوير، راه طحنات مطيشه اللي كانت تتفور طحناتها ورميتها. دابا وراه كاين من الماء غنخليها بحال هكذا، ومن بعد غنخليها تبرد واحد شويه يعني غتشرب، ومن ساعه ترجعوا عندكم. شربت لنا السميده ها نتوما، يعني راه كتبقى كل حبه بوحدها، يعني راه ما تخافوا من والو. دابا اللي شاف ديك الكميه ديال الماء اللي عطيتها غادي يقول غتعجن، ولكن بالعكس راه كتشرب كتبقى كل حبه بوحدها. صافي دابا غادي نديرها تفور، يعني الطفيره الاخرى صافي ان شاء الله غنزكيو ونطلقو من بعد ما نزكي. ودابا من بعد ما سكيت هذه هي القصريه ديالي الدكاليه، وكنتمنى تعجبكم والله يسمح لنا من كتوحم، ما كرهناش ليها، ما كرهنا هذه القصريه نعطوها لجميع المشاهدين يتشاركوا معنا، كلها ياكل اللي قسمني الله، ولكن ان شاء الله مره اخرى. هذه ديال اللحم البقري، هذه ديال اللحم البقري غنشارككم ان شاء الله، ولكن نسكي ثاني القصريه الاخرى ان شاء الله غنشاركها معكم. وهذه القصريه ديالنا الثانيه اللي درتها بالقديد، وكنتمنى تعجبكم، وكنتمنى نكون خفيف على ما تقيلاش على قلوبكم، وان شاء الله الا بغيتو نقدروا نديروا شي حاجه اخرى من بعد. ايوا هذه الله يسمح لينا ملي كتوحم. ايوا نتلاقاو ان شاء الله في شي حاجه اخرى جديده.